السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم في استوديو الإخبارية. أطفال اليوم رجال الغد، واجبنا الحفاظ عليهم وحقوقهم. الخطورة تزداد من حولهم، والعنف والفقدان أكثر ما يصيبهم. تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل نمو وتكوين الإنسان وتشكيل شخصيته ومعتقداته. في الآونة الأخيرة حرص العديد من المختصين في مجال الصحة النفسية للطفل على التحذير من خطورة ما يتلقاه الطفل على سلوكياته، فهي تغرس فيه مفاهيم ومعتقدات إذا لم تصاحبها الرعاية من الوالدين فستنعكس بذلك على مشاكل نفسية لدى الأطفال بين فينة وأخرى. الأطفال روح الحياة وبهجتها، إلا أن المحافظة على سلامة تلك الهبات الإلهية تستلزم الكثير من الرقابة والمتابعة على اختلاف أنواعها، سيما التنبه لعدم تركهم بمفردهم ما قد يعرض بعضهم للاختطاف. ولأن الضرورة تستلزم كثيرا من الأهالي بتسليم أبنائهم لأيدي الخادمات، فكان لابد من توفير كل وسائل الرقابة عليهم وتوعيتهم بطريقة التعامل مع أطفالنا. الألعاب النارية خطر محدق هي الأخرى، وإن كانت موسمية إلا أنها قد تتسبب في فقدان بعض الأطفال أحيانا. العديد من المخاطر التي تهدد حياة أبنائنا ما لم نكن أكثر وعيا بخطورتها. الاستديو الإخباري منصور الأمير، الرياض. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. موضوعنا الحديث في هذه الليلة هو عن الرقابة على الأطفال، أطفالنا. يسرني أن أرحب بكم في هذا الموضوع الذي سنحاول نتطرق إليه بشكل بسيط وينقل صورة بسيطة من المجتمع ومعايشاته بشكل أبسط. يسرني أن أرحب بكم وبضيوفي وضيوفكم في هذه الليلة. الدكتور إبراهيم الزبن، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بك دكتور إبراهيم، شاكر لك تلبية الدعوة. الدكتور أسامة القحطاني، المحامي والمستشار القانوني. دكتور أسامة مساء الخير. مساء النور يا مرحبا. حياك الله. خلينا نبدأ معك دكتور إبراهيم مباشرة. في مرحلة يعني مرت تشبع الحديث العام في المملكة العربية السعودية، وللأسف تجاوز ذلك بأحاديث عن وضع الأطفال في المملكة العربية السعودية من جهات لا حصر لها تتحدث فيما لا يعنيها قد تكون، وبعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي لمعايشة الأطفال في المملكة. ثقافتنا إحنا، الطفل السعودي والطفلة السعودية، ما هي حيثياتهم في التعايش الآن في حياتهم اليومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المجتمع هو بناء متكامل، لا يمكن انفصل فئات من هذا المجتمع عن بعضها البعض، وأي فئة عمرية سواء كان الطفل أو غيره هو جزء من نسيج المجتمع، له حقوقه وعليه واجباته، ويحتاج إلى نوع من التوجيه والتربية والتنظيم لحياته وعاداته وسلوكياته ومراقبة شخصيته بشكل عام، وخاصة ما يتعلق في التنشئة الاجتماعية. المجتمع السعودي مر بمراحل تغيير مختلفة، وهذه المراحل انعكست على أفراده سواء على البالغين أو على الأطفال. بناء الأسرة أو نفسه أيضا تعرض لتغيرات، هذه التغيرات لا نستطيع من خلالها أن نحمل دائما الأسرة المسؤولية، بل أن هناك جهات أصبحت مشاركة للأسرة بقوة في ما يتعلق في توجيه الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم. اليوم نتحدث عن تقنيات حديثة زي مواقع التواصل الاجتماعي،
أصبحت جزء من كيان هذا المجتمع ومن ثقافته وبناء الثقافي ومؤثر لا يمكن تجاهله. أفردت كثير من المؤسسات البحثية دراسات على هذه المنظمات وهذه المؤسسات أو هذه المستحدثات الاجتماعية والمتغيرات في محاولة التعرف على تأثيراتها على المجتمع وخاصة على فئة الأطفال وعلى تنشئتهم. شخصية الطفل السعودي اليوم لا يمكن أن تكون هي نفس الشخصية النموذجية المتعرف عليها في فترة زمنية سابقة، لا، أصبح اليوم الطفل السعودي جزء من القرية الكونية، يتأثر بما تحدث في هذه القرية، في هذه القرية الكونية من مؤثرات سواء مؤثرات إعلامية أو. ليش هذا التأثر؟ لأنه كان ينظر له في السابق ما كان يعيشونه أبائنا وأجدادنا من ضنك في العيش وقلة عيش وأيضا حتى وضع أمني وتعليمي وصحي، مع ذلك ينظر إلى هذه الفترة بأنها فترة كانت ممتازة ولا فيها القلق الموجود على تربية الطفل، لأنه جارك كان يربي معك وقريبك يربي. التقنيات اليوم يعني يتكلم عن النعمة وأمن وأمان وتطور وسائل راحة، فالمفترض أن يكون بجانب أفضل إيجابي. بالتأكيد، حتى يعني ربما نقول أنه في النظريات التربوية واجتماعية ونفسية ممكن تساهم كثير في توعية الأباء والأمهات على الطريقة المناسبة لتربية أبنائهم، وقد يكون هنا الأب والأم غير معذور كما هو في الحال في السابق أنه كان يعتمد على كثير من يعني الممارسات التربوية أو السلوكية المرتجلة أو لنوع من يعني موروثة. نعم، لكن اليوم في فيه الحقيقة ضبط لهذه المسألة وفي دراسات علمية وأيضا خبراء ومتخصصين يمكن الرجوع لهم في كثير من القضايا تقبل الأطفال. ومع ذلك يظل الإشكالية الكبرى التي أعتقد أنها هي المؤثر في شخصية الطفل السعودي اليوم أنك ما تستطيع تعزله عن البناء الثقافي العالمي الذي فرضته العولمة وفرضته كثير من المتغيرات الكونية التي أصبحنا اليوم جزء منها. ومهما كانت الأسرة عندها ضبط لهذا الطفل وتنشئته وتقويم سلوكه إلا أنها لا تستطيع تعزله عن هذه المؤثرات، وبالتالي ينبغي أن يكون تقييم النموذج الطفل السعودي إذا ربطناه بالبناء الثقافي السعودي أن لا نعزله. دكتور، يعني هذا الجانب يعني خلينا نقول لك العلمي البحث الأكاديمي، يعني إحنا الحديث الآن لما نتكلم عن النقطة هذه ما تتكلم عن أنه الطفل قاعد يتجاوز كل الأنظمة والقوانين والأخلاقيات عندك لأنك أنت منضبط كولي أمر في التربية. الإشكالية الحديث في حق الطفل أنه على القائمين عليه، أنت كولي أمر عندك مشكلة تعيسة جدا أصلا في فهمك لحقوق ولدك. بالضبط. أرجع لك في النقطة هذه بعد ما انتقل للدكتور أسامة. دكتور، في ناس يتكلم عن جانب حفظ الحقوق، يعني إحنا مجتمع بالمجمل نجهل حقوقنا، ودائما يعني وجود الأنظمة والقوانين هي مصدر ردع. صحيح. في أحيان وفي أحيان هي عامل جذب وأريحية أكثر للشخص يعني أي يكون. فبالتالي أنه قضية القانون، يعني إحنا نتكلم ما بدخل في تفصيل القانون نحول حياتنا إلى القانون، نحول نستبدل الدستور على سبيل المثال. إحنا العقيدة وشريعتنا وقرآننا وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على كل هذه التفاصيل، ما نحتاج أنك تستجد بغيرها. لكن البعض أصبح الآن يطالب بإيجاد قوانين، إيجاد قوانين ضد التحرش، إيجاد قوانين حماية الأطفال والنساء من الأذى وغيرها من الأمور اللي بدأت تطالب بهذا الواقع. طيب اسمح لي، شكرا لك أستاذ عثمان وشكرا سعادة الدكتور. هو يعني ماذا نواجه نحن الآن؟ مجتمعنا مجتمع لا زال يعني الحمد لله قطعنا مشوار طيب في الحضارة وتحديث المجتمع والدولة إلى آخره، ولكن لا زال هناك إشكاليات ثقافية قبل أن تكون قانونية. يعني على سبيل المثال الكثير من الآباء أو الأولياء أو كذا أو الأمهات يعتقد عندما يكون له ابن أو ابنة يعتقد وكأنهم يعني ملك له، يضرب متى يشاء، يمنع متى يشاء، يحرم متى يشاء إلى آخره. بينما المجتمعات المتحضرة الآن هذا الكلام ليس مقبولا إطلاقا، بل لا يعني لا يتوافق مع مبادئ العدل ومنع الظلم التي جاء بها الإسلام قبل ذلك. فعلى سبيل المثال الآن لما صدر نظام، الحمد لله يعني أنه صدر مؤخرا نظام الحماية من الإيذاء، وهذا النظام وإن كان في أغلبه مركزا على النساء أو المرأة إلا أنه أيضا يتكلم عن الطفل وتعنيف الطفل ويعني أو الإساءة بأي شكل من الأشكال. يعني خطوة بنظري أنها خطوة جيدة جدا نحو حفظ حقوق هذا الطفل، أو حتى أي إنسان قاصر ضعيف سفيه أو مجنون أو معاق لا يستطيع أن يخدم الناس، كل هؤلاء يحتاجون إلى حماية الدولة، إلى حماية القانون لهم، لأنه ليس كل أب صالح،
ليس كل ولي صالح، ربما يكون حتى صالح في نفسه لكنه لا يعرف يتعامل مع هذا الطفل، ويخرج من تربيته تشوهات رهيبة في الطفل أو الطفلة. بالتالي يجب هنا تدخل الدولة أو تدخل القانون لحماية أمثال هؤلاء الضعفاء. الحمد لله صدر الآن نظام الحماية من الإيذاء، وهناك أيضا جانب آخر والجوانب المالية وما يتعلق فيها، ما أدري إذا كان يسع الوقت نتكلم عنها بعد قليل. ما لها علاقة في قصد النفقة والكسوة وغيرها؟ لا حقوقها أيضا، حقوق أموالها اللي مثلا مثل الإرث، كثير من الأطفال والبنات الآن الصغار لما يموت مورثهم ربما يموت بثروة كبيرة جيدة يعني، ثم ما يفقد حقه في الورث، يفقد تماما احيانا. هذا الهاجس اللي ابغى انقله يعني، والسؤال لك وبعدين انقل نفس السؤال للدكتور ابراهيم، انه الاشكاليه عندنا احنا يعني بعضهم يقول لك اصلا اللي جالس قاعد تسن انت القانون وتشرع في القانون، المختصين اللي يرفعون باللوائح مسودات القوانين هذه هم عايشين اصلا الاشكاليه النفسيه، فبالتالي قاعد يسن القانون ما مقتنع، وبالتالي لما اتكلم عن ثقافه زي قضيه الارث الان، المشكلة اللي قاعد تعانيها انه يقول لك مجتمعك وثقافتك قبلية فما تتقبل، الان قانون موجود، مين اللي حيتجرأ يروح يشتكي زوجة تشتكي زوجها؟ صح. او انه ابن في العرف وفي صح. نظام ما يعرف بالشرع اللي يسن انه حيشتكي على ابوه. فبالتالي اذا ما كان القانون يعني حتى لو سن وطبق بس ما في تفعيل له استفدت فيه ولا؟ هذا صحيح كلامك جميل. يعني هنا يأتي دور الدولة ويأتي دور أيضا جودة القانون من سوء صياغته أو سوء صياغته. إذا كان القانون جيد يجب هنا أن تتدخل الجهات المسؤولة لحفظ هؤلاء، لحفظ حقوقهم. يعني كثير ولزلنا إلى الآن كثير من النساء يتنازلن عن حقوقهن أو حتى الأطفال بسبب زي ما تفضلت بعض العادات القبلية أو بعض أحيانا حياة أو ضعف أو إلى آخره. هنا يأتي دور الأنظمة، يعني على سبيل المثال نظام هيئة الولاية على أموال القاصرين وفي حكمهم، هنا يأتي دورها في حفظ مثلا أموال هؤلاء، أنه ينزع أصلا الحق لدى الولي أو الوصي أو إلى آخره في أنه يتصرف بالمال بشكل جائر أو أن يسيء يعني استثماره أو استخدامه أو إدارته أو كذا. والنظام الآن يعني الحمد لله ينص على الكثير من الفقرات أو المواد الجيدة، ولا ندري إلى الآن هي القضية مش قضية بس في سن التشريع، القناعة فيه ولا لا؟ القناعة ضرورية جدا طبعا. طيب. ولكن اسمعي، النظام يفرض القناعة وتتحول إلى عرف. دكتور إبراهيم الآن عطني في مجتمعنا في عرفنا، حتى أرقى المتعلمين اللي على مستوى تعليمي عالي على الدرجات العلمية تجدوا في القضية هذه، يعني تلقى حتى ممكن في قاعة الدرس مع طلاب ويعطيهم المثل والنماذج بس أسوأ إنسان في التطبيق. وبالتالي عطني أنت يعني الآن اللي قاعد أحاول أتخيله، أتخيل أنه امرأة تروح تشتكي على زوجها، بذات تتكلم عن الأجيال الجديدة الشابة، من إيذاء حتى يمكن لفظي أو جسدي بسيط، توقع أنه يعني حيسعد معها في الحياة ولا حتستمر حياته مثلا؟ ثانيا مطلقة، تخيل أنه الطفل اشتكى على أبوه أو حرض، أو خلينا نقول يعني تحت سن 17-15، حتوقع ينظر له بنظرة مستقبل إيجابية بعد كذا ما يسميه بالعقوق؟ ثقافة أنك تشتكي ما هي موجودة أصلا تأخذ حقك تقبل يعني. يعني أنه بعضهم يقول لك أنه هذا النظام زي عدمه، هذا موجود فقط للحالات اللي متهالكة مهترئة متفككة، هم اللي حيستفيدوا منه، ما حيكون رادع ثاني. لعلنا هنا يعني نحاول نربط الموضوع هذا في يعني سياق ثقافة المجتمع، وأيضا بالنماذج الأخرى اللي هي واقعية وليست نماذج مثالية. في المجتمعات المتحضرة والمدنية الطفل في سن مبكرة يتم يعني تثقيفه قانونيا وإعطاءه الوسائل اللي يتم من خلال التواصل مع الجهات الضبطية حتى يتم ضبط سلوك الآباء أو الأمهات إذا كان في هناك نوع من الاستغلال أو نوع من التحرش أو نوع من الهدر الحقوق. في المجتمعات التقليدية زي المجتمعات العربية والمسائل الإسلامية اللي عندها القيم العادات والتقاليد ربما لازت مؤثرة بشكل أكبر من القوانين والأنظمة، حتى أن العرف أحيانا يفوق القانون، تحتاج هذه إلى أحيانا يكون مصدر تشريع. بالضبط، يعني هو مصدر تشريع أحيانا العرف إذا كان ما يتعارض مع يعني نص شرعي أو نص قانوني. لكن أقصد أنه الأسرة نفسها سواء كان نتكلم الأب والأم أو حتى الأطفال تحتاج إلى نوع من التهيئة الاجتماعية والتربوية والنفسية قبل الزواج وليس بعد الزواج.
بالتالي لما نهيئ الأب والأم أن هناك حقوق وواجبات ونزرع هذه الثقافة لديهم، هم بالمقابل سيزرعونها لدى أطفالهم، والأطفال سوف يتشربون هذه الثقافة، ويصبح هنا قضية اللجوء إلى المنظمات الرسمية سواء الشرطة أو الإمارة أو المحاكم وغيرها تصبح أمر متقبل. يعني كنا في فقد سابق، يعني ما نتوقع أن مواطن سعودي يذهب إلى عيادة نفسية للحصول على خدمة طبية في المجال النفسي، استشارة نفسية. فما بالك اليوم أصبحت مطلب، حتى أن بعض الأطباء النفسيين المشهورين والمعروفين موعدهم بالأشهر. يعني الأمر يحتاج إلى 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 إعادة هيكلة، يحتاج إلى أنه يكون الأسرة نفسها يكون عندها القناعة. يعني إذا كان الأب والأم ما عندهم القناعة، كيف نتوقع منهم أن ينقلون لأطفالهم؟ الأطفال أنفسهم هناك مصادر. يعني أنا أحد الأشخاص الذين لهم علاقة في مجال الحماية الأسرية، يعني في أحيانا نطلب من المعلمين مثلا على سبيل المثال، نطلب أحيانا من بعض الجهات التي تتعامل مع الطفل، أنه في حالة إذا لاحظ أي سلوك غريب على الطفل أو مظاهر للعنف الغير يعني مبرر، أو غير يعني طبعا في مظاهر معينة تعتبر عنف ومظاهر معينة تعتبر سلوكيات يعني من طبيعة الطفل، تأديبي نعم، أو من طبيعة الطفل يعني. فبالتالي نقول إذا كان المعلم أو أي كان هذا الشخص الذي، حتى الجار، حتى الإمام المسجد، حتى أي شخص يلاحظ على هذا الطفل أنه في هناك أشياء غريبة غير واقعية غير مقبولة، يفترض أنه يلجأ الجهات الرسمية. وحصل الحمد لله أنه نتيجة لهذا، يعني برنامج الأمن الأسري للحرس الوطني على سبيل المثال، وليس يعني نتكلم عن رصد الحالات يعني تجاربها. لا طيب، مو رصد الحالات، عفوا بستعطيني فرصة أكمل يعني الفكرة. بعض الحالات هم يعني أعطوا توعية حتى الأطباء والممارسين في المجال الصحي، أنه إذا جاك طفل في حالة كشف طبي، وحتى أنه في هناك مثلا هتك عرض على سبيل المثال، يعني اعتداء جنسي على الطفلة، أو أنه أحيانا في آثار كدمات غير تصنف أنها عنف، أنه فورا تحول إلى قضية جنائية ويتم تبليغ الجهات المسؤولة حتى يتم ضبط هذه المسألة وتطبيق الأنظمة القانونية عليها. فالتغير الآن في المجتمع حادث، يعني ما نستطيع حتى دكتور شوف معليش، يعني يمكن احنا كمجتمع كنا نسقطها. يعني سابقا اللي يعرفه من قديم انه لو واحد دخل الطوارئ في اي مستشفى وعنده قطع في اليد يبغى يتاكد انه ما هي بمضاربه وتستدعى الشرطه، من باب اولى في امور اكبر. بس المشكله اللي ابغى اذكرها هنا في النقطه هذه، انه البعض يقول لك يا اخي لا تجي تحملني انا وتسن قانون وتشرع قانون وتبدا تحاسبني فيه، ويرى بانه تحريض للزوجه وللبنت تجاه هذا ولي الامر او الطفل ايا يكون. اذا انت اصلا تاسيس اللي عندك في ثقافه المجتمع وهويته كامله فيه خلل، يعني تدخل عند التعليم مثلا وهو الدرجه الاولى الاهم، تجد انه المعلم يجي كان في السابق ولي الامر يقول لك اللحم ولنا العظم، وكان السلوك والتعاطي من قبل حتى اعضاء التدريس او المعلمين يعني بشكل بعضهم الى الان والله تسمع قصص، يعني لما يجلس واحد وكبير في السن أصبح في الأربعينات في الخمسين ويدعي على معلم كان يدرسه، فهذه إشكالية. فأنت تتكلم عن ثقافة التأسيس موجودة عندنا فيها خلل كبير يعني. لا، لكن دائما الزمن كثير بيحل المشكلة. الزمن قلت لك يعني أحيانا كانت في بعض الممارسات السلوكية في المجتمع كانت غير مقبولة، يعني أنك تلجأ للشرطة، تلجأ لرجال الأمن، تلجأ للمنظمات المساندة لرجال الأمن، تلجأ اليوم مثل ما تكلم عن الخط السابق، حتى الجهات كانت يا دكتور بعضهم إذا جيت تدخل عند الشرطة تقول روح حلها مع نفسي، يعني نفس الجهة تقفل عليك وتقول لك روح. عفوا، يعني مثل رقم الاتصال الحالات الطارئة والحالات المعنفة، يعني ما قبل ما نضع الرقم هذا كان في هناك دراسات علمية ثبت أن المجتمع عنده استعداد لاستخدام هذا الرقم في حالات معينة. لازلنا يعني لا يمكن أن نقول أنه اللي يحدث في الرياض هو اللي يحدث مثلا في قرية أو هجرة أو مناطق، فعندنا طبعا تباينات في المجتمع بين الريف وما بين الحضر وما بين، لكن إجمالا أنا ما أشوف أن الصورة تشاؤمية وسلبية بدرجة عالية، بقدر ما أنه هناك في حراك في المجتمع سواء على مستوى المرأة أو الطفل ما كنا نتوقعه في السابق انه يحدث بهذه السرعه. اليوم الطفل اللي في المدرسه يمكن عنده معلومات تفوق ولي الامر احيانا وتفوق حتى المعلم نفسه، يعرف معلومات عن بعض الجهات الامنيه وبعض الرقابيه اكثر من معرفتي انا كولي امر، وهذا دليل على ماذا؟ لان الاطفال اليوم عندنا ما نستطيع نقول انهم نفسه الطفل قبل فتره سابقه، وبالتالي انا لما اتعامل مع هذا الطفل واعطيه فرص ومسارات ومساقات في المجتمع ايا كانت سواء حكوميه او قضائيه، كيف يعني ما هو نفس الطفل السابق؟ بس عشان شخصيا عندي دائما لما احد يقعد يقارن ما بين جيل وجيل،
انت تتكلم عن الظروف، هو الانسان نفسه صح ولا لا؟ الموضوع يفرض نفسه، موضوع المقارنه يفرض نفسه في مثل في هذا الموضوع اللي كان نتحدث عنه. يعني انا ما استطيع ان اقول ان الطفل قبل 10 سنوات اللي ما كان يعرف حتى يستخدم الكمبيوتر، اليوم اصبح يستخدم تقنيات حديثه يستطيع من خلال وصول المعلومه بدون والدين اصلا، وربما يوصل معلومه انت تستغرب انه كيف هذا الطفل تجرأ. معناه احداث اللي حوله ساعدته، مش قضيه انه الطفل يختلف بحد ذاته. يعني اليوم مثلا ما تخيل لما الطفل يدخل على موقع وزاره الداخليه مثلا او على موقع وزاره الشؤون الاجتماعيه ويقدم بلاغ، هل تتخيل انه طفل عمره 10 سنوات 11 سنه يعمل شيء هذا؟ هذا حدث، يعني ما اتكلم عن اشياء محليه، هي موجوده. انا بقول يعني ليش انا يعني اناقشكم بالطريقه هذه، لانه ابغى انقل صوره المواطن. انا اقول انه طبيعي جدا لما نجلس في المجالس مع ابائنا وجدائنا يقعد يقولوا لنا مثلا انه احنا في سن 7 كان يطير الطير ويذبح ويقتل مثلا، عرفت الثقافه الاعتماد اللي كانت موجوده عند الاسره. يعني ليش احنا نرجع بقضيه انه الطفل الان تجي على شخص يمكن عمره 20 سنه ما تثق فيه، صحيح، بينما كان في السابق يثقون في طفل عمره 9 سنوات يطلع ويجاود وينتقل بين مدن المملكه ويعيش بغربه. فقضيه انه ما هو الطفل، احنا اللي قاعدين نصنع، هذا اللي برجع انه الاشكال احنا في اللي نصنف ونضع الاساس نسن القوانين والانظمه ولا لا؟ زي ما تفضلت يعني النقطه الاخيره اللي ذكرتها جميله، المقارنه بين انه قديما مثلا ربما 10 سنوات او 12 سنه ممكن يقوم بمهمه لا يقوم بها الان رجال، لكن طبيعة الحياة أصلا كلها اختلفت. هذا الطفل نفسه الآن لو أخذته ووضعته في شركة تدير عمل بزنس مثلا متطور أو صناعة أو أي شيء، لا يستطيع أن يعمل أي شيء، لا يجيد إلا ربما صب القهوة وغيرها. بينما هذا الشخص الآخر الذي ربما يحتقر الأولون، وكل على إن شاء الله هم يعني الأولون الظروف الحياة لم تساعدهم، فهذا الإنسان اللي يعتبرونه الكبار السن أنه الحديث أو كذا، لكنه نعم النسخة الحديثة. فهذه ظروف الحياة والحضارة، أنه تغيرت الحياة، تغير طريقة تفكير الإنسان، من هو الإنسان الناجح، تغير الفكرة تماما. ليس الناجح الآن هو من يزرع أو في البادية مثلا من لديه يعني يسمون علوم رجال، يعني مفهوم ليس هذا مقياس النجاح الان. حتى بالنسبه للمراه كان ينظر انها تكون ربه المنزل اكثر من اي ممارسه اخرى. يعني هذا يتفق لانه القضيه قضيه احنا كيف قاعدين ناسس، لا اجي انا الوم الطفل ولا الوم الجيل ولا المجتمع هذا اللي قاعد يتربى على ثقافه معينه. ابى انتقل معكم نقطه، يعني احنا حديثنا متشعب وكل محور يستحق حلقات سلسله، هي موضوع ما ينتهي. ادخل في جانب الان اللي قاعد يعانى الفتره الماضيه فيه، اللي هو قضية بالذات الخادمات. من الأشياء اللي يتكلم عنها السلوك الآن أنه أصبحت ربة المنزل اللي كانت تشيل البيت وتشيل فيه 20 نفس، الآن ما تشيل نفسها يمكن، صح، وما تستطيع تعمل أي شيء مع أنه تقدم التقنية إلا بخادمة وعاملة. وقضايا قتل الأطفال، تحرش في الأطفال، اغتصاب الأطفال، أمس قضية في مقتل طفلة، صح، في رمضان كان أيضا في قضية أخرى، وقضايا سابقة وما في عليها أي رد فعل حتى الآن. إعلام، دعاية، أحكام ما صدرت، يرى البعض أنه في إشكالية ليش ما نفذت أحكام ما كانت رادع في قضية الطفل. وبالتالي أحد الأشخاص سامي في تويتر يسأل سؤال مباشر لك تحديدا أنت دكتور بحكم تخصصك، يقول بحكم تخصصك كأستاذ علم الاجتماع أنت بالتأكيد قد يكون يعني ما يلزم، هل لديك خادمة أو لا؟ فبالتالي كيف تتعامل معها وتعاملها مع الطفل في المنزل؟ عندنا هنا خلينا نقول انه نوعين من العمالة المنزلية اللي نتعامل معها. في عمالة منزلية شيء يعني قانونية ونظامية وهذه لها طرق في التعامل. هناك عمالة منزلية وهي يمكن المصدر الأساسي مثل هذه المشكلات غير نظامية، وبالتالي صعب لها علاقة مختلفة تماما في التعامل. هنا انا اعتقد انه عندي إشكاليتين. الإشكالية الأولى اللي جاية هي انه دائما نتعامل مع العمالة المنزلية باعتبار أنهم يقومون بالمهام والوظائف اللي المفروض يقوم بها الوالدين سواء الأب والأم، وهذا أكبر خطأ نقع فيه وهو مخالف تماما أصلا لشروط العقد اللي يكون بين الكفيل والمخدومة أو السائق. الأمر الإشكالية الثانية أنه الطفل عندما يحضر هذا الشخص الغريب لا نهيئ هذا الطفل كيف يتعامل مع هذا الشخص الغريب، إنما تكون التعليمات تصدر للخادمة مثلا كيف تتعاملين مع هذا الطفل، لكن ما ندرب هذا الطفل ونعلمه إيش الطرق اللي المفروض أن يتعامل مع الخادمة، وأيضا متى يمكن أن يلجأ لوالديه لإظهار إذا كان هناك سلوك تحرش أو سلوك مثلا عنف أو غيره. ما في أسرة هيئة أطفالها
وهنا الخطأ. يعني أذكر أنه يعني مثلا بعض الحالات لو استطعنا أننا هي الطفل من البداية أنه والله هذه الخادمة دورها كذا وكذا وكذا في المنزل وإذا وطريقة تعاملك معها بهذا الشكل وإذا خالفت هذا السلوك أنت معك أنت كطفل تبلغ والديك. ما عندنا هذا الأسلوب، الطفل يبقى أسير لهذه الخادمة ولأفكارها ولرؤيتها ولخلفيتها الثقافية، أحيانا تعلمه أمور حتى غير شرعية ولا يكون هناك رقابة أسرية. بعضهم لجأ إلى بعض الوسائل التقنية الحديثة، حط يعني كاميرات ورقابة وغيرها، لكن هل هذا هو الحل؟ الحل ليس هذا. الحل أنا دائما أقول أنه الحقوق تأخذ ولا تعطى، والإنسان يدرب على كيف يحصل الحقوق، وليس أنا أنتظر أنه هو يتدرب، إنما لازم أدربه. فبالتالي الأطفال بغض النظر عن سنه، يعني بعض الناس يقول كل الطفل ما يفهم، لا هو يفهم، يجب انك بطريقه تنزل مستوى تفكيره تقول له مثلا هذا خطا وهذا صواب. ترى انا عندي خادمه في المنزل، لكن الخادمه دائما عملها منظم، يعني ما يكون عمل عشوائي وتدخل في امور ما لها علاقه فيها. الامر الثاني طفلي انا دائما حتى لما كنت خارج المملكه يعني كنت اثقفه كيف يحافظ على نفسه، كيف يدافع عن نفسه، كيف يبلغ إذا تعرض لتحرش أو تعرض إلى مشاكل. فبالتالي لما تزرع في هذا الطفل الاستقلالية، تزرع فيه القيم، حتى لو كان عمره 3-4 سنوات ترى الطفل يفهم. مشكلتنا دائما نتعامل مع هذا الطفل أنه شخص ما يفهم، ما يعي، ما يعرف كيف يتصرف، ما يعرف كيف يتوافق مع هذه المشكلة. دكتور أسامة، يعني تكلم دكتور إبراهيم بجانب اجتماعي أكثر، في جانب خلينا نقول لك النظامي أو القانوني البحث في هذه النقطة. كثير من الحالات المشاهدات اللي شاهدناها في أحداث الأخيرة في التحرشات وقتل الأطفال لعمالة نظامية في الإقامة، ارتبطت عند الناس وما في يعني خجل نقولها بجنسيات، جنسية ثقافة، وبدأت إسقاطات دينية، معتقدات، ثقافة، زي ما قاعد أتكلم ثقافتنا. المشكلة الآن أنه لما تكلم يعني يقول لك أنه الحقوق تؤخذ، وهذا مصطلح بدأ يشيع كثير عند الناس، أنه حقوق تؤخذ ما تعطى. إذا كنت أنت كشخصك ما أنت مستوعب، يعني تجد أكثر من يستخدم الخادمات الآن هم المتعلمون، الأب الأم تكون مدرسة، طبيبة كذا، الأب دكتور، معلم، مهندس. فتكلم أنه هذه النخبة في المجتمع اللي مستوى تعليم عالي ما تستطيع، وترجع للقضية اللي كنت تتكلم عنها، ملك اليمين، يعني يحس أنه حصلا حتى الخادمة إذا ما اعتبر أطفاله ملك يمين يخصون ويتحكم فيهم كما يشاء من حرمة، أصبح حتى النظر للخادمات، وهذه صحيح. من الناس مستويات تعليمهم عالية جدا. صحيح، زي ما تفضلت، يعني هو لا شك أنه في مشكلة كبيرة، من يعني تحصل جرائم، تحصل اعتداءات، وهذا يحصل في كل مجتمع. أيضا هناك نسبة كبيرة جدا تحصل اعتداءات من الكفلاء على الخدم، سواء أصحاب العمل. بالضبط، تحصل أشياء كثيرة، لكن يعني أي مجتمع ينظر إلى الأشياء التي يعني يخشى منها، ولا ينظر أيضا إلى ما نفعل نحن مثلا فيه. بالرغم أني أقول أنه الحمد لله مجتمعنا من 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 المجتمعات المسالمة، يعني تحمل الكثير من قيم الكرم والعدالة والإنصاف إلى آخره، ولكن بس اكتسب صفات في التعامل سيئة. أنا الآن جاي هو طيب، بس أنه هو يتعامل بالضبط. لما أتكلم عن الموضوع من ناحية حقوقية بحتة، لما تنظر لحال هؤلاء، لدينا مشاكل كثيرة جدا في التعامل مع الخدم. كثير من الخدم يعمل 24 ساعة مفتوح، 24 ساعة يعمل في الليل في النهار، يعني فقط مجرد راحته عبارة عن آلة. بالضبط، هذا لا يمكن، هذا لا يطبق في أي مكان في العالم إلا في دول محددة. يعني يجب أن يكون أنه بداية الدوام ونهاية الدوام، يجب أن يكون لديه إجازة أسبوعية إلى آخر. هذه حقوق بشر. ضع نفسك مكان، يعني نسأل الله ما يغير علينا ما نحن فيه، لكن لو جاء يوم من الأيام محتجنا، الله يغير علينا السلبي للإيجابي يا رب. فهذه الطريقة يعني فيها بنظري يعني لا تتوافق، بالرغم أنه نظام العمل ما يشمل الخدم والسائقين، لكن يفترض أن نغير تعاملنا معهم، نتحول من البيئة اللي تكلمنا عنها قبل قليل، بيئة تقليدية، بيئة غير يعني معتادة على ثقافة القانون والنظام والاحترام لحقوق الآخرين، إلى بيئة متحضرة، بيئة تقدر يعني مثل هذه الحرمة. يعني كثير من الخادمات مثلا 40 سنة 50 سنة تجي، لديها يمكن ربما أحفاد، لها حق أن ترتاح، لها حق أن تكلم،
بالضبط إنسان. يعني أنت يا ولية الأمر، أنت يا ربة المنزل، إذا ما استطعت أن تقومي بهذه الأعباء كلها مع المساعدة، ليش تنظرين من هذه صحيح مستوى الثقافة؟ ولا بد يحصل قصور، لا بد يحصل أخطاء. طيب، ويجب أن نتحمل الأشياء هذه. أنتقل معكم مع فقرة نخليكم تريحون شوي، وزميلي عبد الرحمن. مساء الخير عبد الرحمن، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. مساء النور عثمان، وكل عام وأنت بخير لك ولا ضيوفك الكرام، وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى مطالعتنا الصحفية وأبرز ما تناوته الصحافة حول موضوع حلقة الليلة، الرقابة على الأطفال. وبداية جولتنا صحيفة سبق الإلكترونية تحت عنوان أمانة الرياض تصادر كميات كبيرة من الألعاب النارية في طيبة والعويس، حيث صادرت فرق أمانة منطقة الرياض الميدانية خلال حملتها الرقابية على الباع الجائلين غير السعوديين في حي العليا بجوار أسواق العويس وطيبة أعدادا كبيرة من الألعاب النارية التي تباع بشكل عشوائي في تلك الأحياء، وتم تسليم كل المصادرات للجهات الأمنية المختصة. وننتقل لصحيفة اليوم بعنوان خادمات المنازل يرعين الأمهات والأطفال يدفعون الثمن، حيث تضع الكثير من ربات المنزل الحبل على الغارب وتسلم الخادمات كافة أمور المنزل، ويصل الحد في بعض الأحيان إلى تربية الأطفال. لذلك فلا غرابة من أن نسمع خادمة تعذب طفلا بأبشع صور التعذيب. وفي صحيفة الرياض تحت عنوان الأطفال والتلفزيون، من بيده العصا، حيث أوصت دراسة أصدرها مركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية بعنوان الإعلام وجنوح الأحداث، عدها الدكتور محمد شومان بأهمية توعية أولياء الأمور والمدرسين والمشرفين الاجتماعيين لإرشاد الأطفال والمراهقين لكيفية استخدام وسائل الإعلام ومناقشتهم في مضامين ما يتعرضون له فيها. ونختم صحفنا لهذه الليلة بصحيفة سبق بعنوان استشاري، ترك الأطفال بمفردهم مع الخدم والسائقين وصفة للتحرش، حيث حذر استشاري النمو والسلوك بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ورئيس لجنة حماية الطفل بالمستشفى الدكتور حسين الشمراني من خطورة ترك الأطفال بمفردهم مع الخدم والسائقين دون رقابة، وما ينتج عن ذلك من حوادث إيذاء وتحرش وإهمال. مشاهدي الكرام، كان هذا كل ما لدينا في جولتنا الصحفية لهذا اليوم. عودة للزميل عثمان وضيوف الاستوديو. إليك عثمان. شكرا لك يا عبد الرحمن، يعطيك العافية. استاذنكم ضيوفي في بعض الاتصالات من المشاهدين، يعني يثرون معنا الحوار وبعض الوجهات النظر. عبد الرحمن من جدة، حياك الله عبد الرحمن. عن طريق الهاتف لو تكرمت وقصر صوت التلفزيون، تفضل. كل عام بخير اخوي عثمان، وايضا لضيوفك الكرام حياك الله، وادعو الله ان يعيد على الجميع بالصحه والعافيه. اللهم امين. واياك تفضل اخوي الكريم. بالنسبة لموضوع مراقبة الأطفال، أنا سوف أتحدث في محورين وبشكل مختصر. بالنسبة يعني الخادمات وجرائمهم أو العنف تجاه الأطفال، والتي هي بدأت الآن تطفو على السطح بشكل كبير، هل نضع المسؤولية على الخادمات أو على الأسرة، أو أنه على عدم الكشف على الخادمات من الناحية النفسية؟ هذا أولا. ثانيا العنف، والله عبد الرحمن يحتاجون بعض الأحيان حتى البيوت السعودية يحتاج لها هي كشف قبل الخادمة، يعني اتفق معك في النقطة هذه، بس حتى بعض البيوت السعودية. تفضل. أيضا أخوي الكريم، العنف تجاه الأطفال من الوالدين ومن الأقارب، سواء العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي أو النفسي إلى آخره، هذا أيضا بدأ يطفو على السطح بشكل ملحوظ. هنا أين أضع المسؤولية وكيف نستطيع علاج هذا الأمر؟ الأمر الآخر أخوي الكريم، جواز القاصرات من البنات، طبعا هذا أنا أشوف وجهة نظري أنه سن القوانين التي تحدد السن المناسب، هذا يكون علاج مناسب. طيب، أخيرا عشان وقت عبد الرحمن تفضل.
نعم نعم، عقوق الأبناء للآباء الذي يعني بدأت الأرقام مخيفة، كيف نستطيع أن نربي أبنائنا حتى يكونوا بارين فينا؟ وشكرا مع السلامة. شكرا لك يا عبد الرحمن. أبو عبد العزيز من الرياض تفضل. مساك الله بالخير أخوي عثمان، أمسي عليك وأمسي على الدكتور إبراهيم الزبن حياك الله تفضل. الدكتور الفاضل الآخر. إنما بالنسبة للمشاكل والجرائم اللي تحصل من 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 الخادمات، هو سوء المعامله بالنسبه للخادمه. هذا الشق الاول. الشق الثاني هو تاخر راتب الخادمه. اعتقد انه هذا السؤالين هما المحورين الاساسيين في التعامل مع الخادمه والعنف الذي يحصل منها تجاه الاطفال. نعم. لانه ما في فعل عليه رده فعل يا دكتور ابراهيم، وتحياتي لك. شكرا لك يا ابو عبد العزيز. عيد من الجوف، واكتفي بالاتصالات. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. مسي عليك وكل عام وانتم بخير، لكم المستمعين من خلف الشاشات. حياك الله، تفضل وانت بخير. عندي نقطتين بس حبيت اطرح على الاخوان عندك، اتمنى يناقشونهم بجدية يعني. بس عشان الوقت تفضل يا عيد. النقطة الأولى طال عمرك، بالنسبة للخادمات المعاملة داخل البيت اللي تنعكس على الشغل، يعني من ربة المنزل ومن كفيلة الشغل. النقطة الثانية أن لاحظنا في الفترة الأخيرة أنه الشغالات دورها تحول من المطبخ الى غرفه النوم مربيه للاطفال، وهذا خطا. يعني في اعرف شغلات تنام مع الاطفال اكثر من الام او الاب انه يقعد مع عياله، يعني هذه بلا شك انها تاثر سلبي على اهل البيت او الاطفال. فحبينا اخواني يناقشون الاسره انهم يوعون اهل البيت ان دور الشغاله في المطبخ وليس في غرفه النوم، يعني تربي اطفال يعني اعرف شغلات تنام مع الاطفال اكثر من مع الام تنام مع اطفالها، وهنا مشكله يعني. طيب بعض البيوت صارت فيها معزبة. شكرا لك يا عيد. هذه النقطة يعني فعليا خليني بدأ عشان الوقت، وبها يكون نقاشنا شوية سريع. كل نقطة كل محور يستحق زي ما تفضلنا لقاء مستقل يعني، ومواضيعها متداخلة، بس احنا اخذناها اليوم كباكج مجموعة يعني. من جد ما هو مزح يعني، كثير نحن نعرف صارت الخادمة في بعض البيوت معزبة من جد، يعني هي اللي تضيف وهي اللي تفتح وهي تسوي القهوة وتسوي الشاي وهي تطبخ وهي تنظف وهي ترتب وهي تلبس الأولاد وتأكلهم وأدرس، والأم فاضية على تويتر وعلى الانستغرام ما شاء الله تبارك الله الفلاحة الجديدة وكذا، وتقوم بأدوار ما هي مسؤوليتها. وبعضهم تجاوز الأمر إلى أنه يحضر مثلا شغالة خادمة عاملة منزلية ومربية للأطفال. طب إيش بتسوين أنت؟ قالت أتفرغ لك يا عزيزي عشان لا أفقدك. مبالغة يعني. صحيح صحيح. وعموما مجتمعات الخليج عموما مع الطفرة الحمد لله اللي بدأت من يعني عقود مع طفرة النفط وأسعار النفط، دخلت على المجتمعات الخليجية، وإن كانت فيما سبق كانت مجتمعات جادة في غاية الجدية والاعتماد على النفس، هذه الانتقال السريع أدى إلى تغير يعني زي ما نقول دراماتيكلي يعني في نوع من ذلك. لكن أنا بعلق كيف يعني فقد التوازن ليس فقط من المرأة، أيضا الرجل الآن أصبح كثير من الرجال لا يعرف عن بيته أي شيء، يعتمد على السائق وربما المرأة، وكذلك كثير من النساء أيضا يعتمدون على إما الخدم وأيضا ربما السائق، ففي اتكالية كبيرة جدا. الآن لو تذهب إلى أكثر الشعوب حضارة وثراء، سويسرا مثلا، السويد، يعني ربما لا تكاد تجد عائلة واحدة لديها خادمة أو سائق. لماذا؟ على افتراض يستخدمون البارت تايم الجزئي هذا، على افتراض الضغوط ممكن إذا احتاجوا مثلا. ليش؟ لأنه تجذر الحضارة لديهم علمهم أشياء كثير، أنه البيوت الكبيرة هذه أصلا ما لا وش لازم لها، المجالس لديهم إلى آخر. المهم إحنا كوننا بيئة متكاملة اضطرتنا الى خادم وسائق والى اخره. احنا صنعنا العبء يعني، صنعنا العبء. طيب. والتقصير ليس من المراه فقط، المراه والرجل ايضا. كلهم لا كلهم. نعم. يعني كل واحد يكون عنده السوء اللي يكفيه يعني. دكتور يعني طبعا في تعليقات اللي من المتصلين، يعني ربما انا باكد على امرين اساسيين. الامر الاول فيما يتعلق في جرائم الخادمات وليش انتشرت وارتفعت معدلاتها في المجتمع السعودي، انا اعتقد ان المساله يعني عشان نكون منصفين هي مرتبطه بجنسيه اكثر من جنسيه معينه اكثر من الجنسيه الاخرى، فبالتالي هذه الجنسيه اصبح الهاجس دائما الامني منها اكثر نسبه عاليه من المقارنه بالجنسيه الاخرى. نتفق معك بس بعطيك رد الرأي عام أيضا في كثير من الصحة والمنطق. هذه الجنسيات اللي تتكلم عنها المحددة
ردات الفعل بعضهم يقول انه هذا التعامل من قبلهم تجاهنا لانه احنا لانهم من هذه الجنسيه تحديدا نزدريهم اكثر. ما اعتقد يعني باختصار لو جنسيه لا مثلا يعني اسيويه تلقاه يتعامل معها بلطف وربه المنزل ودرجه انه لو بتفق تهرب من البيت ترضيها. هذه لا نظام مستعبد تفسير يعني. اعتقد تفسير هذا الى حد ما سطحي لانه انت ما هذه عنصريه يعني انا ما انا ضد طيب مجتمعنا في عنصريه ما نقدر تنفيها دكتور. ما اتوقع اننا ما هذه المشكله. اولا اي سلوك بس ما عندنا احنا السلوك العنصري في المجتمع الى حد ما. لكن انا خليني بس اوصلك الفكره اللي نقصدها انه اي سلوك تمارسه الخادمه او السائق مهما كان حجم هذا السلوك لا يقابل بالقتل. ما يقابل بالقتل القتل هذه جريمة شنيعة جدا ولا يصل لها الإنسان إلا إذا كان عنده إشكالية معينة. فبالتالي أنا أعتقد أنه مشكلة قتل الأطفال بالذات يعني لا يمكن مقارنتها بأي جرائم ترتكبها جنسية الأخرى. جنسية الأخرى ترتكبون جرائم للأطفال يعني جرائم أحيانا تحرش وغيرها. لكن مسألة القتل هذه هي مسألة مهما ما في أي مبرر مهما كان سلوكية الأم أو سلوكية الأب داخل المنزل لا يبرر أن تلجأ الخادمة لقتل نفس. والا فاحنا ذكرنا ما قاعدين نبرر احنا مو تبرير. لا اقصد انه البعض تعرف السبب انت كمتخصص البعض يربط تحدد المشكله عشان تعرف علاجها. لا انا اقصد انه البعض يربط بين لجؤون لقتل الاطفال بالمعامله وهذا ربط خاطئ وليس هناك اي جريمه تمت بعض الجرائم يعني حتى الخادمه ما تجاوزت مده اقامتها في الاسره عده ايام او اقل من شهر حتى واحيانا ترتكب نفس الجريمه. لكن اتوقع انه نحن بحاجه الى ردع ضبط أمني مرتبط بالعقوبة. العقوبة أنا قلت لك يمكن كيف يعني ردع أمني؟ إنه أوكي القضية لما تربط مثلاً لما أقبض على خادمة قتل الطفل أو طفلة تنتهي معلوماتي أنا كمجتمع أو رأي عام عند قبض عليها وعلى تفاصيل الجريمة. بعد ذلك لا أعرف عن سير التحقيقات ولا أعرف عن سير ولا أعرف عن العقوبة لحظة ولا أعرف عن العقوبة التي عشان الوقت دكتور معليش يعني ما يعني لا ما أتمنى منك أنت ويمكن وافق الدكتور الأجهزة الأمنية ضبط تنفيذي ما هي معنية بتنفيذ العقوبة يعني بدون سبب. يعني عندك جانب قضاء إذا ما صدر القضاء هل يعني مثلا بعضهم يفهم أن والله الداخلية ما تبغى تنفذ الحكم الشرعي مو الداخلية لا ما ربطنا أنا ما خصيت لا أقصد أنا ما خصيت أولا أنا ما خصيت إحنا نتكلم أهم من هذا اللي هو صدور الأحكام الشرعية أنا ما خصيت مؤسسة معينة في الدولة. أنا أقصد أنه أتكلم عن الواقع نفسها كجريمة إذا كان أنا لابد أركان الجريمة أحدها العقوبة. العقوبة لابد أن على الأقل نكون هناك لو بس أنت قلت ضبط أمني ما له علاقة ضبط الأمني مرتبط أحيانا في بعض الجوانب الوقائية في الجانب الأمني لما يكون عندك سياسة جنائية مرتبطة بالجوانب الوقائية أكثر من الجوانب العلاجية. وبالتالي إذا كان هناك حالة واحدة على الأقل يعني تم إشهار العقوبة المقدرة عليها شرعا أو قانونا سوف يكون هناك انعكاس سواء على الرأي العام أو على الأشخاص المشابهين لهؤلاء المجرمين في حالة أنه رغبته في ارتكاب هذه الجريمة أنه يعرف أنه سوف يكون هذه العقوبة وبالتالي هو يرتدع أمنيا. هذا اللي يقصده في موضوع الضبط الأمني. الأمر الثاني فيما يتعلق في حديثه على قضية يعني مشاكل مرتبطة باستخدام الخادمات والسائقين والاعتماد عليهم بشكل أكبر من المسألة هذه ما هي مرتبطة تراها في, 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 في الزوج والزوجة فقط. هي مرتبطة في ثقافة المجتمع. لما استخدمنا الخدم والسائقين ما كان هناك تصنيف لوظائفهم ومهنهم وتصنيف زي ما تفضل الدكتور لساعات العمل والأجور وما شابه. هي عملية معتمدة تماما على الجوانب الشرعية والتجارية. يعني أنا ما أحب أعبر عن رأيي في البرنامج لكن اليوم بحكم أن هذه قضية نعيشها فأنا مقتنع أنه جزء كبير أنه إحنا اللي كنا مشاركين فيه بثقافتنا بفهمنا وحتى اللي كانوا يضعوا سن القوانين كان يتعامل معها بأنه أنا أرقى وأنا أهم من غيري في تعاطى معه بالسوء هذا في بعض الأحيان أو عدم الاهتمام. يمكن دكتور أسامة شوف احنا الإشكالية عشان بس ندخل انه قضية حقوق الأبناء وفهم الأبناء واحنا قلت لك موضوعنا عام من الإشكاليات اللي صارت عندنا اليوم انه حقوق الوالدين نتكلم عن الدورة جانب عكسي العكس. يعني احنا شفنا في الأشهر الماضية هذه الشهرين ثلاثة عدة قضايا لها علاقة بقتل مو انه ضرب قتل أب من قبل أبناء هذه أسوأ وأشنع وأفضع مما يمكن قد ترتكبه انه ترتكب خادمة قتل طفل أو قتل كذا يعني انه أبوك لحمك ودمك وتعتدي عليه وقتله والأسباب تافهة بغض النظر مخدرات أو سلوك أو نفسية وغيره. أنت تتكلم عندنا أيضا الإشكالية قاعدة ترجع بالعكس في جانب صح. عكسي يعني صحيح. عموما هذه مثل هذه الظواهر تحصل في كل بلد في كل مكان في أي مجتمع ويأتي هنا دور الدولة أو المشرع أنه يضع حلول نظامية للحد من هذه الظواهر.
مثل ما تفضل الدكتور مثلا اشارتها الاشهار، اشهار العقوبات هذا احيانا يكون له دور في ردع المخالف، سواء في قضيتنا اللي كانت تكلم عنها سعادة الدكتور او في قضيه اي قضيه اخرى. عقوق الوالدين الان عندنا فيما اذكر انه احد النقاط التي توجب الايقاف المباشر حتى قبل المحاكمة الجرائم الكبرى بالضبط، بمجرد حصول يعني اعتداء على الوالد او الوالدة بالامكان مباشرة ايداع هذا الشخص للسجن وتحال قضيته الى القضاء. فأعتقد في نظري أنه النظام السعودي في هالمسألة هذه تحديدا هو نظام صارم وقوي، وأتصور أنها حالات إن شاء الله ما أعتقد أنها كثيرة، وربما نسبة عالية جدا من هؤلاء الأبناء العاقين، كثير منهم ربما مدمني مخدرات أو لديهم مشاكل نفسية أو عقلية أو من هالقبيل، وأتوقع أنه نصيب كبير جدا منهم من هذه الفئة. لكن المشكلة فيما قبل هذا، لماذا شخص مثلا لديه مشاكل نفسية أو مشاكل عقلية أو مدمن مثلا إذا كانت لدى بعض الجهات المسؤولة عنه بعض المعلومات، يفترض أن تحمى مثل الأم أو الأب، وغالبا تكون الأم أو الأب إذا كان كبير سنه عاجز يتعرض لمثل الأشياء. تطبق حتى على الزوج زوجته أو أبنائه. بالضبط، فيفترض إنه يحمون هؤلاء قبل حدوث أي شيء. يعني سيء. يعطيك الصحة والعافية. انتهى الوقت، كل الشكر لكم، أتمنى أن سلطنا الضوء يمكن على الأقل بشكل بسيط. دكتور أسامة القحطاني المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك. الله يتشرفت لنا. أيضا الدكتور إبراهيم الزبن أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان على طيب المتابعة. بعض الرسائل اللي دائما تعودنا أن نطلقها وإياكم في نهاية البرنامج لنا للتذكير هي: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنه يعني قبل ما يوقع الفاس في الراس وتصير البلاوي، أنت يا ولية الأمر وأنت أيضا يا رب الأسرة ولي الأمر، يعني لا تحاول أن تضيع الحقوق اللي في يدك في أسرتك الخاصة وتطالب بحقوق لا تستطيع نيلها، أو لن يعني غير كفء أنك تطالب فيها بحقوق ما يسمى برأي عام أو عامة. إذا أنت ضيعت ما بين يديك فلازم تتكلم عن ما هو أكبر منك عشان نضبط الإيقاع الأكبر. فزي ما كان تقول ضيفنا الكريم، الحقوق تؤخذ فتعطى بدلا أن تؤخذ، أنه أنت أعطي الحقوق اللي عندك لمن هم في ملك يمينك أو تحت يدك أو تحت ولايتك، فبالتالي تستطيع أن تصنع مجتمع على مستقبل هذا الأطفال، على مستقبل هذا الوطن برمته، على نظرة العالم للإسلام والمسلمين، ونحن نمثل يعني وجهة النظر الأكبر للعالم الإسلامي. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والخير الدائم. عندنا مقطع بسيط اليوتيوب حنطلع فيه، هذا خاص بأولياء الأمور اللي قد ما يكون عندهم فهم في التقنية، كيف يستطيع أن يتعامل مع هذه التقنية والأجهزة الذكية في إغلاق بعض التطبيقات الخاصة بالأطفال في وسائل التقنية، فهي للتذكير فقط. في أمان الله. حمايتهم من الوصول إلى بعض التطبيقات اللي ممكن تأثر على سلوكياتهم، مثل هذه التطبيقات، تطبيق الأب ستور أو متصفح سفاري أو اليوتيوب أو الكاميرا. ممكن هذه البرامج هي أكثر البرامج اللي ممكن تكون لها تأثير سلبي على الأبناء. كيف أقدر أسيطر عليها أو كيف أقدر أخفيها من جهاز الآيبود؟ نذهب إلى إعدادات، ثم عام، ثم خيار القيود. تجد خيار اسمه القيود، تضغط على تمكين القيود وتختار رقم سري خاص فيك انت بحيث ان ما يوصلون لها ابنائك. اختار رقم سري. الان فتحت الخيارات هذه. الخيارات هذه تعني ان الان متصفح سفاري متاح، واليوتيوب والكاميرا وكل الخيارات متاحة. نقدر نلغي متصفح سفاري بحيث أنه ما يظهر على الشاشة، وأيضا اليوتيوب والكاميرا، أيضا خيار تثبيت التطبيقات بحيث أنه ما يقدر ينزل أي تطبيق من الأب ستور، أيضا خيار حذف التطبيقات بحيث أنه ما يقدر يحذف أي تطبيق. في خيارات ثانية موجودة تحت
غير مهمة. هذه أهم الخيارات اللي ممكن أنك تستخدمها.